وهذه هي الحياة الأبدية، أن يعرفوك أنت الإله الحقيقي وحدك ويسوع المسيح الذي أرسلته. برحب بكم أعزائنا المشاهدين في حلقة جديدة من برنامج وهذه هي الحياة الأبدية، وبنرحب كمان بالقس لطيف فهيم مرقص، راعي الكنيسة الكتابية بلونج بيتش كاليفورنيا، وراعي الكنيسة الإنجليزية بالخرطوم بحري السودان. أهلا بك يا سيس لطيف. شكرا يا بنتي، كتر خير. يا ريت ترفعنا في صلاة قبل ما نبتدي البرنامج. يا رب يا رب، إليك يأتي كل بشر، لأن البشر بغيرك عدم. نشكرك يا رب لأنك أعطيت التراب حياة فصار آدم نفسا حية. كل رجائنا فيك، كل تكلاننا عليك. تكلم إلينا يا رب في هذه الحلقة، تكلم إلينا لأجل خلاص نفوسنا. نطلب ذلك في اسم ربنا ومخلصنا وفادينا يسوع المسيح، ولاسمك كل المجد. آمين. آمين. ما زلنا بندرس في كيف نعرف الآب عشان نحصل على الحياة الأبدية، والنهاردة هندرس آية قالها الرسول بولس الرسول في رسالة أفسس أصحاح 1 وعدد 17، بيقول: كي يعطيكم إله ربنا يسوع المسيح أبو المجد روح الحكمة والإعلان في معرفته. والحقيقة أعتقد الآية دي من الآيات اللي كتير بيسألوا فيها، إزاي يقول إله ربنا يسوع المسيح؟ هل معنى ذلك أن يسوع المسيح إنسان ليه إله؟ وكيف نؤمن به كإله إذا كان هو ليه إله آخر؟ وكنا بنقول أنه المسيح وهو في الجسد كان واخد صورة عبد، فيجوز أن نقول أن الله الآب إله الرب يسوع أثناء وجوده على الأرض لأنه كان واخد صورة جسد. لكن هنا بولس بيتكلم في رسالة أفسس بعد ما المسيح صعد وجلس عن يمين العظمة في الأعالي، فإزاي مازال يرجع يقول إله ربنا يسوع المسيح؟ طب قولي لي، أعرف إزاي تجيب الأسئلة دي من فين؟ أنا بقرأ الآية وألاقي لازم بتفق السؤال بيفرض نفسه يعني. صحيح. طيب أنا أتشرف أكون معاك في الحالة عشان بس أعرف إعلانات جديدة عشان نرد بيها على هذا السؤال. شرف ليا وشرف لينا كلنا. أولا الكلام ده غريب جدا على إنسان غير مسيحي. طبعا يعني إله الله، إيه ده؟ بالظبط زي ما أنا قلتي. دي مش الآية الوحيدة اللي بتتكلم عن كده، لكن لازم نعطي الإجابة والتفسير بدل ما نتوه الناس معانا كتير وبعدين نوصل الإجابة بعدين. يعني في ثلاث إكمالات لعمل الله. أول عمل أكمله الله حينما أكمل الخليقة واستراح الله في اليوم السابع بعدما أكمل كل الخليقة، ولذلك أمر بحفظ يوم السبت، وده اللي موجود في الناموس، والناموس معطى للشعب اليهودي مش لكل العالم. والشعب اليهودي إلى الآن بيحفظوا السبت، وإن كان بطريقة يعني ليست هي الطريقة التي فسرها المسيح وهو على أرضنا. النهاية الثانية اللي هي قالها المسيح على الصليب: قد أكمل. فالنهاية الأولى اللي أكمل بها الله الخليقة، أكمل الله الخليقة الأولى. الخليقة الأولى دي زائلة، أي الشمس والقمر والنجوم والبحار والهواء، كل ده زائل مش باقي.
وعندنا الآية في العهد الجديد أنا ذا خالق كل شيء جديد. الخطوة الثانية في الإكمال إكمال المسيح الفداء قد أكمل، فأكمل الله عمله فاديا. الأولانية أكمل الله عمله خالقا، هنا دي مذكورة في سفر التكوين، هنا أكمل الله عمله فاديا. في نهاية ثالثة بقى اللي هي فيها تفسر الآية دي اللي هي إيه؟ اللي هي حينما يكون الله الكل في الكل. بس مين الله هنا؟ اللي هو الله الذي لا يتغير، الذي هو الآب والابن والروح القدس، الكل في الكل. فوقتها سيوجد كيان واحد نقدر نسميها لتفسيرها لنا في هذا الجسر، احنا فين وفين الكلام بتاع ربنا ده، كتلة واحدة او كيان واحد فيه الاب والابن والروح القدس والكنيسة. في هذا الكيان يكون وصفه وتوصيفه يكون ده موجود في كورنثوس الأولى الساعة 15، يكون الله الكل في الكل. إمتى هذا الكيان يعلن؟ يعلن حينما يتم عمل المسيح وهو آت بأبناء كثيرين إلى المجد، وحينئذ مكتوبة يخضع، لأنه إلى ذلك الوقت المسيح يقدم الكنيسة باعتبارها عروسه، فهو العريس وهي العروس، فهو العريس له اللاهوت والناسوت، تتحد به العروس كعروس ويدخل تماما هو وعروسه في الذات للهية، فيكون الله أي الكل الله الكل في الكل. ده أسرار رهيبة في الكتاب المقدس. فإلى هذا الوقت لم تكمل العروس، إلى هذه اللحظة اللي بيقول فيها يكون الله الكل في الكل لم تكمل، وإلى الآن لم تكمل العروس. لذلك هذه الآية سرية. تفضلي. يعني برضو بسطها أكتر، لأنه حضرتك بتكلم كأنه أنا عندي خلفية أو معرفة قبل كده، عايزين للي ما عندوش أي خلفية عن الموضوع خالص يفهمها بأكثر بساطة. أرجو أقدر. أنا كنت أنا مش قادر أبسط لنفسي. أسرار عجيبة في ربنا، ده الكتاب مرز يقول لنا كده. أو عيد اللي حضرتك قلته تاني بصورة. لا مش عيده، هحاول أفسره لنفسي. يعني أنا مش بقول الحبايبي اللي سامعين يعني بعضهم جاز قفل التلفزيون، جاز لسه واحد فاتح، فمش بقول له غلطان لو قفلت، بس كويس إنك فاتح، لأن ده كلام عن الله. الخطة الإلهية التي الكتاب يصر عليها إن الله لم يخلق الإنسان على صورته كي يكون الإنسان أقل من الله. من خلق على صورته؟ من الخالق؟ الله كامل القدرة في الخلق، وخلق الإنسان على صورته ذكر وأنثى، وكمال الخلق وكمال الإرادة الإلهية إنه لا يقبل الله أن يكون الإنسان أقل منه. بس شيء طبيعي، الخالق عنده قدرات أكتر من المخلوق، لكن لم يخلق على صورته كشبه. يعني إيه؟ خلقه على صورته، خلقه على صورته. فكل العمل في الخليقة لكي يأخذ الله الإنسان إليه عروس لابنه المسيح، لأن إلهنا هو كيان إلهي آب وابن وروح قدس، لكي يكون الله الكل في الكل.
طب تفسير الآية دي كورون سورة ال 15 حاول أطلعها لا أحبها برضو مش صعبة جدا ما تحاولش، لكن صدقني لو أنت يعني ربنا نور عينيك كده هتفهمها، لكن زي ما ربنا عايز معايا ومعاك. أنا أشكر ربنا مقتنع بيها جدا. كورون سورة 15 نشوف عدد كام هناك. بنشجع أعزائنا المشاهدين الخطوط مفتوحة لو عندكم أي سؤال أو استفسار أو اعتراض، بنرحب بمداخلتكم ومشاركتكم معنا في البرنامج. مثلا هرى شوية آيات كده لما وصلها في كورون سورة 15 مثلا بيقول إيه؟ الإنسان الأول على 47 من الأرض ترابي، ده اللي هو مين؟ آدم وشلته كلها، اللي احنا كنا نسل. منهم، بس دلوقتي بقينا تراب بس دخل فينا روح قدس. الإنسان الثاني اللي هو المسيح الرب من السماء. طب والعروس والعروسة هتتجوز مين؟ الرب من السماء المسيح. مش كده؟ آدم الثاني. ما تنفعش تتجوز ما خلاص مات آدم. اتجوز مين؟ العروس عروس المسيح. أنا ندخل نتحد بالرب الذي من السماء، يبقى هنكون ايه؟ مثله. طيب هنكون مثله. طيب كما هو الترابي هكذا الترابيون ايضا. ده في واحد عندنا في السودان اسمه ترابي، انا مش بهينه بس اسمه كده ترابي، يعني بيوصف انه كما الترابي هكذا الترابيون ايضا. تراب، كله تراب. احنا هنبقى تراب بس الروح هتخلص لأن المسيح قدسنا وسكن فينا. وكما هو السماوي، دي بقى ما تنطبقش على الترابي. إنما تنطبق على الترابي اللي أخذ عطيته الروح القدس. وكما هو السماوي هكذا السماويون أيضا. طب إذا كنا إحنا سماويين والملائكة خدامين لينا، أمال بقى إحنا هنبقى مين بقى؟ عروس المسيح يعني اقل منه بقد ايه؟ انت قلتي كلمه حلوه قلتيها ايه فاكرها؟ لا مثله. مثله يبقى مش اقل منه. امال احنا ايه؟ ده مصيرنا الابدي. مصيرنا الابدي. كما السماوي هكذا السماويون ايضا. الصوره دي طبعا سامحيني تختلف تماما عن التعليم اللي بيؤمنوا به كثير من البشر، إن الله ما خلقش الإنس والجن، بيربط الإنس بالجن، ومفيش علاقة، ده الجن والإنس ضد بعض، يربطهم ببعض إلا الاثنين يعبدوني. مش ممكن، مش ممكن الكلام ده مع المسيحية، مستحيل، لا يتوافق إطلاقا. صحيح. فعشان كده هو إيه بيقول إيه الراجل ده؟ أنا أهم حاجة عندي أعبد ربنا. أيوه لازم نعبد تاني، ده صحيح، والعبادة بالروح والحق مش بالإيه بالحركات والتمثيل لا لا لا، بالروح والحق بالقلب. العبادة الروحية بالقلب، العبادة الحقيقية المقبولة عند الله بالروح والحق توصلك يا حبيبي لهذا المركز. وأعتقد ده كمان بيوضح محبة الله العظيمة الفائقة، لأنه ما فيش أنا كإنسان، لو أنا حد بيشتغل عندي في البيت، أسفة في التعبير، خدام مثلا، دايما هحس بتعالي، هحس ان انا عندي قدرات، الخدام ده ما عندوش، انا عندي مال، الخدام ده ما عندوش، لكن ومش ممكن احبه يوصل لمستوايا او يوصل يكون عنده نفس المستوى المعيشي اللي عندي. دايما احب حد يكون تحت، لكن الله اللي هو كل القدرة عايز الانسان اللي هو خلقه يكون زيه، يعني مش شيء مش يفوق التصور يعني. برافو عليكي. وده برضو زي ما كل مره ربنا بيديني اعلان اقول لك ان ده اللي كان عايزه الشيطان. الشيطان قال لادم وحواء ايه؟ حواء قال لها ايه؟ ده ربنا خايف تبقوا زي، ده انتوا لو كلتوا تصيران مثل الله. هو ربنا خلاهم على شبهه عشان ياكلوا من شجره الحياه يبقوا خلاص. لا ده هنا الشيطان بيقول لهم لا تعالوا لي انا بقى وأقول لكم أكشف لكم ربنا ده إيه، ده ربنا خايف منكم لا تبقوا زي، كان هو خلقنا شبهه. لا آدم فكر ولا حواء فكرت. أنتوا لو كلتوا تصيران مثل الله، تنفتح عيونكما وتصيران مثل الله. فعلا انفتحت عيونهما وصار مثل الله. أول حاجة عملوها إيه؟ هربوا من ربنا.
طب بتهربوا ليه؟ ما انتوا بقيتوا زيه اهو. لا بقينا زيه، ده احنا في مصيبه. انا عريانين عريانين. ده بالظبط اللي عمله الشيطان في ادم وحواء. قلت له ايه؟ خيط اوراق تين. يلا خبي نفسك خبي نفسك، احنا عريانين، ده احنا غلطنا. شعروا بالعار والدمار والخراب والهلك، شعروا بيه جواهم. طب لما قال لهم بقى الشيطان تصير مثل الله، اقصد ايه الشيطان؟ اقصد تبقوا كبار قوي مثل الله. ولغايه دلوقتي البشر عنده الطبيعه دي، كبير يدوس الصغير، الحزب يحتقر الحزب الاخر، الدوله تحتقر الدوله الاخرى، الانسان يدوس على مراته ولو ست يعني متسلطه تدوس على راجلها برضه مش مشكله. الاب يدوس على ابنه. ده ما شاء الله، ده ما شاء الله. انت عندك ابنين، هل في يوم من الايام شعرتي في قلبك ان عايزه ما ولدتيهم الا ليعبدوك؟ لا بالعكس، دي مصيبه لي. لكن ايه؟ انت كل جهدك تخليهم احسن منك. احسن مني يعني. لكن مفيش احسن من ربنا. فكل عمل الله لكي يجعل الانسان يصير فيه ويكون الله الكل في الكل. نكمل كده كام آية، تدخلنا في موضوع كبير قوي وتتهمين أنا إن معقد الأمور. طيب نرجع للكورس الأولى 15 اللي إحنا كنا فاتحينها. وكما لبسنا سورة التراب اللي إحنا حاليا لابسينها، إحنا لسه ترابيين مع إن المسيح فيكي، ده أنا متأكد منه، وبرضه سامحيني أنا متأكد فيه أنا كمان. سنلبس ايضا صورة السماوي. بس لاحظي الكتاب المقدس لما تتأملي فيه ركزي قوي، وبقول الكلام ده لحبايبي، لما تقرا الكتاب المقدس حبيبي ركز قوي، واللي ما تفهموش اسال فيه، اوعى يقول لك ما تسالش، لا اسال اسال تفهم، ما تسالش تبقى انت سامحني يعني تبقى ما بتفهمش من اصلها، اسال. هنا بيتكلم كلمة صورة. يعني ايه صورة؟ يقول لك كده وكما لبسنا صورة التراب. سعادتك لابسة صورة التراب لكن انت مش ترابية. ليه؟ لان المسيح ساكن فيكي. وبولس بيتكلم عن نفسه. يعني اختباره كخليقة جديدة. يقول لك وكما لبسنا، يعني سامحيني هرجع بك آية تاني آيتين تاني عشان اعرف الفرق. لما كان بيتكلم على الكل، لما كان بيتكلم على الانسان الاول من الارض ترابي، والانسان الثاني ربنا السماء، يقول لك كما هو الترابي هكذا ايه؟ الترابي دي مش صوره، ده هو ترابي ترابي، طبيعته ترابي طبيعته، لانه تبع ادم الاول. وكما السماوي هكذا السماوي. لكن هنا سماوي لابس صوره الترابي اللي هو امن بالمسيح، والمسيح خلصه وصار سماوي، لان قال المسيح لبيلاطس ملكوتي ليس من هذا العالم، يبقى ملكوت المسيح من فوق، تبقى الكنيسة اللي تؤمن به ملكوتها من فوق، وسيرتنا نحن آية تانية فإن سيرتنا نحن هي في السماويات في المسيح يسوع. فإحنا سماويين، لكن لأننا ما زلنا هنا. يقول لك بقى بولس، يقول لي أنا معاك، وكما لبسنا صورة التراب اللي أنت لابساها دلوقتي سنلبس أيضا صورة السماوي. سورة التراب ايه؟ سورة التراب الجمال، جمال عينين، جمال بيان، جمال لسان. لكن لان الانسان مش ترابي لكن جواه حق، الجمال اللي شايفه ربنا جمال العمق، جمال الداخل. عشان كده المسيح قال للكنيسة أنت جميلة يا حبيبتي ليس فيك عيبة. عيبة إيه؟ ده أنا مجرحني في السجن وطرحني في السجن، ومش عارف ده عملوا فيا إيه، والسلفيين عملوا فيا إيه، والإخوان عملوا فيا. أنت جميلة يا حبيبتي. لأن الجمال جمال الداخل. ده كله صورة خارجية. في الآخر إيه؟ المسيح قال في كل صراحة لا تخافون من الذين يقتلون الجسد يقتلوك يا كنيسة. يقرأ إيه يعني؟ يقرأ إيه يعني لما تقتل؟ ولا حاجة.
ولا حاجة، لأنهم لا يقدرون أن يقتلوا النفس والجسد كلاهما في جهنم، ده بس الجسد، لكن أنا بقى اللي بودي جهنم. لأن المسيح له أبواب الملكوت وأبواب الهاوية وأبواب جهنم، كل المفاتيح في إيدي. كلمة تاني كده وأنا حاسس عايز تقليني حاجة. سنلبس أيضا صورة السماوي، فأقول هذا أيها الإخوة إن لحما ودما لا يقدران أن يرثا ملكوت الله. يبقى إحنا مش عبيد، لا ملناش علاقة بالشياطين، ده إحنا قال الرب علينا كده إنه أعطانا سلطان، ده إحنا في الدنيا هنا أعطانا السلطان ده، سندوس الحيات والعقارب وكل قوة العدو، لكن فوق ما فيش شيطان خالص، الشيطان في جهنم النار الأبدية، وإحنا هنروح السماء والشيطان قاعد خلاص انتهى، هو وكل أتباعه في جهنم. ده الكيان الثاني اللي هو جهنم بكل راغبي جهنم من البشر، لأن جهنم لم يخلقها الله البشر، خلقها للشياطين وكل اللي بيحبوه وولاده طبعا معاه، ربنا يحرمهمش من بعض يعني، عايزين بعض. أقول لك حاجة عندي وقت تاني ولا خلاص؟ اتفضل اتفضل. مرة واحد كنت بقول له أمن بالمسيح وربنا خلصك، قال لي من قال لك؟ أنا واحد مسيحي كان زميلي في الشغل يعني، قال لي مين عايز، من قال لك ان انا عايز اؤمن بيه؟ ليه يا ابني ما انت ايه المانع عندك؟ يعني جايز لو مش مسيحي شويه تبقى صعب عليك شويه كده، ايه ما تعمل مسيحي تخلص يا ابني وتنجو من الهلاك والزباله اللي انت عايش فيها دي. قال لي لا لا لا، انا بحب الاغاني وانت قاعد مالكش في الاغاني. طب سامحني، في مكالمه من الاخ ياسر في مصر. اهلا بيك يا اخ ياسر. جدا انا مساء الخير. مساء النور، اهلا بيك. اهلا بحضرتك، اهلا بالضيف العزيز اللي مع حضرتك. اهلا بك جدا حضرتك. يولي حضرتك، انا اسمي ياسر ومسلم. علي صوتك شويه. الو. ايوه بقول لحضرتك اسمي ياسر ومسلم. اهلا بيك. في كام سؤال كنت عايز اسالهم للدكتور، ممكن يجيبني عليهم حضرته؟ اتفضل اتفضل، هو سامعك، اتفضل عايز يسالك. الصوت مسموع؟ اتفضل يا حبيبي اتفضل. اهلا بيك، اهلا بحضرتك. بالحقيقه كان عندي بعض الاستفسارات، وحاليا الكتاب المقدس قدامي، كان في بعض الاستفسارات كنت عايز اسالها حضرتك، من حضرتك ممكن؟ امين. حلو خالص. كل الاستفسارات اتفضل. عظيم. بدايه في انا حضرتك في متى 15 بالنسبة للمرأة الكنعانية جدا بيقول فيها ليس حد. الو. ايوه حبيبي سامعينك سامعينك، كمل حضرتك. ايوه في متى 15 حضرتك، معلش هطول عليكم انا اسف. لا خد راحتك خد راحتك. اسال براحتك خالص. الله يخليك. في متى 15 حضرتك بيقول ليس حسنا ان يؤخذ خبز البنين ويطرح للكلاب. بعد اذن حضرته ممكن بس يفسر لي عشان بس يستمر قلبي ليس الا. لا 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 ولا يهمك. قال ربنا رايح قلبك على طول يا حبيبي. الله يخليك. وفي صميل 15 حضرتك بيقول اذهب الان وهاجم عماليق واقضي على كل ما له، لا تعفو عن احد منهم فنقتلهم جميعا. فجا ونساء واطفالا ورضعا بقرا وغنما جملا وحميرا. وانا مش عارف حضرتك ايه وصل، انا مش عارف حضرتك ايه وصل الحروب للاطفال والنساء والبقر والغنم وفي اشياء. انا سامعني جدا. طيب انت عايز تقول كل اسئلتك مره واحده ولا نجاوب لك على سؤال سؤال؟ احسن. لا انا هقولهم مره واحده هو يجاوب براحته. اوكي. وفي اشياء 13 حضرته مكتوب وتحطم اطفالهم امام عيونهم بالسيف يسقطون، تحطم اطفالهم والحوامل تشق. شق شق حواملهم. ايوه. اتفلج بعض الامور دي. وفي حضرتك هنا معلش انا بطول عليك انا اسف. وفي حضرتك سامع بس عايزه اتكلم.
عن الأنبياء. مكتوب هنا عن سيدنا نوح يشرب الخمر ويستلقى عاريا في خيمته في التكوين 19، وفي التكوين 12 إبراهيم يضحي بشرفه، وفي لوط بالنسبة عن سيدنا لوط التكوين 19 يفتر ويزني بابنتيه فتحملان منه، وفي يعقوب عن سيدنا يعقوب في التكوين 27 يكذب على أبيه ويسرق البركة والنبوة من أبيه، ويعقوب يزني بزوجة أبيه وهكذا. وأنا ممكن حضرت يعني يفصل لي بعض الأمور دي، أفكار في القلب ليس إلا. لا أستطيع أن أقدر فرحي بكلامك هذا. والحقيقة حضرتك جبت كام سؤال دلوقتي؟ حوالي 10 و5 و7 مش فاكر كام الرقم، لكن أنا هقول لك من عندنا بعد ما نخلص الإجابة دي، هقول لك من عندنا بونص حوالي 50 سؤال تاني، وهجاوب لك عليهم برضو عشان تبقى يعني انت كريم برضه انا هكون كريم معاك. نجاوب حاجه وهقول لك حاجه. حبيب اسمه ياسر. ياسر يا حبيب قلبي، لو ما عندكش مانع وانت سهران شويه، لان الحلقه مش هتكفي كل ده، انا هجاوبك بالتفصيل، فهجاوب سؤال دلوقتي. لو خلص وقت الحلقه لو تكرمت وسبت نمرتك برا، انا هطلع اكلمك من التليفون لو تحب. لو انت عايز تنام قول لي اكلمك امتى، واكلمك في الوقت اللي انت صاحي فيه عشان نعم. طب عايز لك الاسئله بتاعته ولا عرفتهم خلاص؟ لا قول لنا بس الشواهد، شاهد بس عشان ما نفقدش شاهد منهم. الشواهد في الانجيل والعهد القديم كله. تقول لنا الشواهد الاول، حضرتك قلت متى 15 وبعدين صمويل. صمويل الاول 15. حضرتك انا قلت عن الو. ايوه انا سامعاك، اتفضل. على فكره بقرا كتاب مقدس، انا مش علشان الكتاب اول مره افتحه بصراحه، فتلاقيني الامور دي مش، بس عامه انا اديته بالتفصيل في التكوين وفي اشعياء وفي صمويل. عدد احدهم لثاني حضرتك، ممكن سؤال. طيب سؤال كويس. متى 15 الاول اللي هو ليس حسنا ان يؤخذ خبز البنين ويطرح للكلاب، مظبوط؟ معلش الخبز يقطع، انا اسف. معلش ولا يهمك. دي موجوده صح؟ متى 15؟ ايوه عندي يعني شايف قدامي. بقول لحضرتك عايز السؤال مرة ثانية واحدة ولا خلاص عرفهم؟ لا عايزة بس آخر شاهدين، تكوين 27، في حاجة تاني بعد تكوين 27؟ نعم. في حاجة تاني بعد تكوين 27؟ لا حضرتك مفيش تاني. أوكي. هم الكام سؤال دول؟ أوكي. القسيس هيجاوب لك عليهم واحد واحد. بيسأل كام سؤال الظاهر؟ 1 2 3 4 5 6 تقريبا. هم 6 ولا اكتر يا ياسر؟ نعم هم 6 ولا اكتر. على حال فرصة مفتوحة، ما انا هكلمك من بره، قول لي 30 40 يعني. انا ما اديتهمش يلا، بس ممكن احدهم، ممكن اعيدهم ثاني مش مشكلة. واحنا بنتفاهم. لو جالك سؤال جدا 2 4 5 وانا هقول لك اللي عندي بعد كده، هتلاقي كتير قوي عندي. نعم هتلاقي كتير قوي عندي، فما هنتفاهم مع بعض يعني. خلاص ماشي. نبتدي بالسؤال الاول. في انجيل متى اصحاح 15 واصحاح 26، ده جزء مهم جدا لازم نعرفه في حياه وخدمه وارساليه الرب يسوع المسيح. الرب يسوع المسيح قالها علانية لهذه المرأة، قال لها لم أرسل إلا إلى خراف بيت إسرائيل الضالة. يعني أنت مش للعالم، لغاية دلوقتي مش للعالم،
لغاية متى 15 مش للعالم. ليه؟ لأن في سفر إشعياء صح 49، وانا ما هقعد اجهز لك حجز لك بالايات بالظبط عدد كام وبتاع، لان انا انت هنمسك الكتاب مقدس كله تقريبا مع بعض دلوقتي او على مده المكالمه يعني دي وغيرها وغيرها وغيرها. بيقول له انك تكون لرد شعب اسرائيل الي، او في نفس الايه لرد بني يعقوب الي. فكانت إرسالية المسيح مبنية على عهد الله مع إبراهيم. عهد الله مع إبراهيم لما الرب ظهر لإبراهيم ودعاه أن يخرج من أرضه من عشيرته ومن بيت أبيه إلى الأرض اللي يريه، وبعد امتحانات متعددة مع إبراهيم قال له في نسلك تتبارك جميع قبائل الأرض، يعني في نسلك يأتي المسيح. قال له جميع قبائل الأرض، بس لأنه العهد مع يعقوب خاص كان بيعقوب، في عهد مع إبراهيم، نفس العهد مع إسحاق، نفس العهد مع يعقوب، لكن مع يعقوب كان مخصص بالأسباط لفترة معينة. الفترة دي كم ولدت في الصليب؟ معلش هتلاقي الكلام صعب لما هنتكلم دردش معي أكتر، لكن هقول لك ليه. لأن في الصليب في نفس إشعياء 49 وبيتكلم عن المسيح المصلوب قال له قليل عليك أن ترد لي كل شعب إسرائيل أو ضال إسرائيل. هطلع لك الآية بالظبط وقرأ لك بالظبط وأشكرك أن معاك إنجيل، لكن أرسلك إلى الأمم لترد لي كل القبائل والشعوب. فخدمة المسيح إلى الصليب، مش إلى صليب، في الصليب، في الصليب حدث تحول. التحول ده مذكور في سفر إشعياء قبل الصليب 800 سنة. التحول ده ان الخدمة تنتشر من اسرائيل الى باقي العالم. طب ازاي تنتشر؟ لان برضو في عهد في قلب الله وفكر الله انه الى، ده ذكر في انجيل يوحنا، الى خاصته جاء. المسيح جاء لخاصته. مين خاصته؟ اليهود، شعب الله المختار هم اليهود، والمسيح جه لليهود ومن اليهود، وهو يهودي الجنسية شرعا، مش عايز جدال، والشعب الإسرائيلي مبارك، وإلا ما كناش شايفين اللي احنا فيه الوقت ده من الأزل، وحيستمر البركة دي لغاية لما حيجي الوقت اللي حيتضربوا وحيخلصوا البقية منهم. ده تاريخ مذكور في الكتاب المقدس كله. ففي الصليب قال له أنت من دلوقتي حتكون لكل العالم. وايه الآية بقى؟ العهد في العهد السابق انه الى خاصته جاء، اللي اعلنها يوحنا في انجيل يوحنا، وخاصته لم تقبله. خاصته لم تقبله لانهم عملوا ايه؟ صلبوه. ده اللي هم شعب اسرائيل. شعب اسرائيل صلبوه. اذا كل من يقبله كان له الحياة الابدية من كل العالم. دي احاول اطلعها لك او تطلعها لي حضرتك، انت عندك انجيل خدي ده طلعها لي وانا هقول له لما تيجي. فلغايه الصليب كان المسيح يتمم رسالته الى شعب اليهود. والرساله الى شعب اليهود كانت لليهود فقط، وهو اعلنها لهذه المره قبل ما يقولها الكلمه دي. قال لها لم أرسل إلا إلى خراف بيت إسرائيل الضالة. يمكن تلاقيها في الحتة اللي تفات عليها هناك، إلى خاصته جاء وخاصته. لكن بعد كده جات هذه الآية اللي طلعت لنا أختنا إيمان ربنا يخليها لنا، يوحنا أصح 1 وعدد 11، إلى خاصته جاء وخاصته لم تقبله، عدد 12، وأما كل الذين قبلوا كل العالم فأعطاهم سلطانا أن يصيروا أولاد الله، أي المؤمنون باسمه، الذين ولدوا ليس من دم، مش مهم الدم بقى، يهودي عربي في باكستان مش مهم، تتولد زي ما تتولد دلوقتي، الخلاص لك، الخلاص لك، ولا من مشيئة جسد، الراجل جوز ست وخلفه، لا، لكن ولما شئت رجل، بل من الله، يعني اللي اتولدوا من الله هم شعب الله، مش بس من اليهود،
لكن لغاية لما كان المسيح بيتكلم مع الست دي كان لسه لم مش عايز اقول يتجدد، لكن لم يعني ياخد بروموشن، يعني المسيح مكافئة لي على امانته، لم ترتقي مستوى لم ترتقي الرسالة الى مستوى العالم، ارتقت في الصليب لطاعة المسيح. فهنا بقى بتقول انت حضرتك انه قال لها ليس حسنا ان يؤخذ الخبز البنين ما يطرح للكلاب. بالضبط، ده اللي وقتها كإرسالية يهودية كده. طب إرسالية يهودية وبعدين حرام برضو، دي واحدة طالبة، وليه يقول عليهم الكلاب؟ طيب المسيح، لأن الكلاب وقتها هم الذين رفضوا مشيئة الله من جهتهم، وهم من الأمم اللي ما عرفوا ليس لهم إله، كلهم عبرة أوثان فاسمهم كلاب. طب أنت هتقول لي وأنا هجاوبك على طول، طب الست دي هي طالبة المسيح، طالبة مش طالبة المسيح كشخص يؤتمن به، لكن طالبة الشفاء لابنتها. طب هو مش ربنا؟ مش هو اللي خلقها؟ معاك حق، عشان كده شافها ابنتها، شافاها. لكن علمها لما قال لا ليس حسنا ان يؤخذ خبز من يطرح للكلاب، الست صدقني صدقني الروح القدس قال لها، قال لها روح بقى، هنا هي أمومية كنعانية، الروح القدس قال لها، قال لها ايه؟ قال لها قولي له الكلمة دي، والمسيح كان موافق عليها قوي. فكان تقراها عندك، والكلاب أيضا تأكل من الفتات الساقط من مائدة أربابها، يعني قالت الخير بتاع الكلاب اللي هو من ربنا أنا أكل منه، ما أكلش منه ليه؟ أكل حتة صغيرة. أجاب هي المسيح يا امرأة عظيم إيمانك، أنت فاهمة كل حاجة، أممية كنعانية، عظيم إيمانك، ليكن لك كما تريدين. المسيح عظم إيمان اتنين في الفترة اللي هو مرسل لبيت إسرائيل، الاتنين أمميين، راجل وست. الراجل ده كان قائد 100 روماني، والست اللي هي دي اللي بتكلم عنها حضرتك، فدي إيمانها أعظم من إيمان الرسل. تقول إزاي؟ صدقني ما مدحش المسيح أي رسل إنه إيمانه أعظم، بالعكس بطرس الكبير يقول له يا قليل الإيمان لماذا شككت؟ إيه ده؟ أيوة قال له كده، بس هما أخذوا عطية الروح القدس وفتن المسكون، وهم ضعفاء جدا، لكن رب أداهم نعمة غنية يعملوا كده. فالله عجيب جدا في إرساليته. طب ده أنا هقول لك حاجة، دي حتة فكاكة كده مني أنا، أو يعني إيه يعني تحل بيها بقك عشان نكمل المناقشة وأنت مستريح وأنا برضو مستريح. مرة واحد كان معايا في الشغل كان مشفق عليه قوي وانا مشفق عليه قوي، كل واحد فينا من دين تاني وكل واحد فينا مقتنع بالدين بتاعه، فانا مشفق عليه لانه ما يعرفش المسيح، هو مشفق عليا لان انا مش من دينه، واصحاب احنا بنحب بعض. الكلام ده سنة كام لما كنت في الشغل؟ زمان قوي، زمان ايه، حاجة و70، شو بقى من زمان قوي يعني. فجاء مرة قال لي وهو وقتها هو شيخ في يعني مجمع الدراسات الإسلامية، وأنا كنت شيخ في كنيسة أصل دبارة، حاجة في مصر هناك يمكن تعرفها. فقال لي يا شيخ، أيوة يا شيخ، ما احنا شيوخ بقى. قال لي أنا درست في المعهد الدراسات الإسلامية، وأستاذي هناك أفتكر مش موجود دلوقتي اسمه أبو زهرة، ده المعلم الكبير بتاعهم، فالحقيقة ده ألف كتاب ويدرسه لنا 21 خطأ في الإنجيل، والأخطاء دي عبارة عن آيات في الإنجيل. قلت له ده أنا بقى عندي هواية أدرسها الحكاية دي، أنت جبت لي التايهة. اسمه فهمي، وأعتقد عايش لغاية دلوقتي، أكبر مني سنتين ثلاثة كده. أيوة حاج فهمي، يا ريت، طب ما تجيب الكتاب ندرسه مع بعض. قال لي جد هاته قوي، وجاب لي الكتاب ده، ممكن تطلع، انا ما عنديش كتاب ده الحقيقه، هو جابوا لي وقتها بس ما ادهونيش، خدوا معايا يعني. 21 مش عارف 21 دليل على بطلان الانجيل، افتكرت الاسم، اسمه كده، طلعه من اي مكتبه عندك، 21 دليل على بطلان الانجيل. طلعنا ال 21 دليل دول يا حبيبي، منهم كام مش عارف 19 ولا 20 مش فاكر، يا إما شيخ أبو زهرة طبعا أنا مش عايز أقول بغير ما ياخد باله، وكذاب يعني هو واخد باله طبعا، مزود كلمة ف
فنطلع الآية نلاقي فيها كلمة زيادة. وفاكر الكلمة دي واحد منهم يعني من الكلام ده من 30-40 سنة، المسيح قال أنا هو الأول والآخر، دي موجودة في سفر الرؤيا كذا مرة متكررة. فالشيخ أبو زهرة تلطف من عنده وحب يعني يكرمنا شوية كمسيحيين، فزود كلمة من عنده. إيه يعني كلمة تجيب إيه يعني؟ إيه الكلمة دي؟ أنا هو الأول والوسط والآخر. فهمت فكرة أبو زهرة؟ باينة جدا. قلت له طب يا حاج غامض آدي سيف الرؤية صح كام؟ هو طب اقرا الإنجيل بتاعه. راجل مخلص فعلا مخلص. قال مفيش الوسط هنا، وهو كل التركيز في تفسيره على ايه؟ الوسط. على الوسط. قلت له بقى الشيخ ابو زهره سامحني يعني يعني ايه؟ طب نشوف دليل تاني، ما مش هنقفل الكتاب ندور. ودورنا في الكتاب ال 19 مش فاكر 19 ولا 20، لان دي منهم اللي هي من الايات الصح اللي قالها اللي هي اللي انت قلتها دلوقتي دي، يا فيها ايه زياده يا ايه محذوفه بس. فطبعا الحقيقه اشكر الحاج فامي حبيبي وكان الرئيس بتاعي كمان في الشغل، هو مهندس ولا مهندس، فقال لي لا خلاص انسى الكلام ده خلاص. قلت له لا تعال نكمل الباقي بعد ما لا مفيش فايده يعني. قلت له نكمل الباقي. فكملنا الباقي، جاب الحته دي مش فاكر في حته تاني كانت صح ولا لا، لكن جاب الحته دي جايز يمكن هي الوحيده مش فاكر. فقال لي حاجه غير الحاج سالته ده حاجه تاني خالص. قال لي المرأة دي ودي جديدة عليك دي، بس هذه الشيخ أبو زهرة طلعها لك يا عم. أنا جايز أنت مسيحي، ما أنا ما تهمنيش مسيحي على مسلم، أنا يهمني يعرف الرب ما يعرفش الرب بس، لأن اللي يعرف الرب هو اللي يخلص، ده ما يعرفش الرب ميت. المسيحيين فيهم كتير ميتين، مسيحيين بالاسم يعني كتير ميتين ما يعرفوش ربنا. فقال لي المرأة دي بقى في إنجيل متى، مش فاكر هو قال إيه هنا في إنجيل متى 15 بيقول إيه عنها، يوصفها إيه؟ كنعانية ولا فينيقية؟ المرأة الكنعانية. كنعانية. في إنجيل يوحنا فينيقية. إزاي بقى؟ قلت له صدقني معاك حق يا شيخ يا حاج فهمي. هندرسها. وكنت إحنا الاتنين مع بعض في بنعمل في الهيئة العامة للتخطيط العمراني، أفتكر ما زالت موجودة الهيئة دي، وعندنا الخرائط كلها غير الإنجيل فيه الخرائط. قلت له أقول لك إيه؟ تعال نطلع. طلعت في الإنجيل. خرائط عندنا دي كانت بتاعه القاهره الكبرى والكلام ده، احنا بتوع خرائط يعني نعرف الخرائط. طلعت في خرائط الانجيل واتضح ان الكنعانيين كانوا يسكنوا في نقية في تلك الايام. قال لي لا 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 الحقيقه لا الحكايه مخيفه. قلت له طب تسمح لي اقابله؟ لاني بصراحه انت حبيبي وانا شايفه بيخدعك يعني، وما يصحش برضه حبيبي يتخدع وانا بقى ساكت. قال لي تقابله؟ قلت له اه ممنوع قابله ولا ايه؟ قال لي ضربك بالشلوت لو قابلته حتى. باي اي كلمه تطلع ضربك بالشلوت. قلت له يا ابني شلاليت ايه اللي في الكتاب المقدس دي؟ شلاليت ايه في المناقشه في الدين؟ الدين ده حريه تتكلم. قال لا 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 ما عندناش الكلام ده. فالحته اللي حضرتك قلتها دي تكمل الكلام الاولاني. اولا الفينيقيين كانوا ساكنين، الكنعانيين كانوا ساكنين فينيقيه، وان الكلمه دي قيلت قبل أن يفتح الباب للأمم، وقصد بها المسيح امتحان إيمان هذه المرأة ليعطيها شهادة لم يقلها على الرسل. يا امرأة عظيم إيمانك ليكن لك كما تريدين. فشفيت ابنتها في تلك الساعة. شفت المسيح الرحيم إزاي؟ شفت المسيح في الإرسالية بتاعته يمدها إزاي قبل الوقت؟ لسه الصليب ما جاش، لكن مد لسه خاصته ما رفضتوش، هم زي اللي بيسمعوا له، لكن مدها وامتدت يد الحنان الالهي والحب الالهي لجذب هذه المراه التي هي تعد عند اليهود من الكلاب، وجذبها الى حضنه وخلصت هذه المراه. كل الاسئله اللي عندك بهذا المنوال، لكن ارجوك ما تفوتش سؤال. نشوف في سؤال تاني عنده وقت. صمويل الاول 15 لما صمويل النبي طلب من شاول الملك ان هو يقتل عمليق ويحرم عمليق الاطفال والحوامل والرضع شكرا يا دكتورتنا. صمويل الاول كام؟ 15. بس عايز اطلع الشهاده علشان اقرا بالظبط يعني معاك. صمويل الاول 15 كام؟ ما عادش الشاهد؟ لا حاضر نطلع. طب ايه الايه اللي ذكرها؟
ازاي بيؤمر اقتل الاطفال والرضع. اهلا بيك يا اخ بشوي، اتفضل ابو بشوي. ده في حديث تاني بخلص نكمل اكمل معاه بعدين في التليفون. صباح الخير. ايوه صباح الخير. صباح النور، اهلا بيك. اهلا بيك. ازيك يا حبيبي؟ احنا سامعينك، اتفضل. ازيك عامل ايه؟ نشكر رب الحمد لله. بعد كده مساء الانوار يا حبيب قلب. فرحان بالقناه دي قوي قوي قوي، ربنا معاك وربنا يعوضك يا رب. شكرا 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 لتشجيعك وتحت امرك في اسئلتك حبيبي. شكرا. ربنا معاك يا رب، وسيد المسيح ما يكون معاك. امين يا حبيبي، شكرا لدعواتك، والرب يملا حياتك كل فرح وبهجه. صلواتك يا اخونا بشوي يا حبيبي. امين نشكر الرب حبيبي. هل عندك سؤال؟ الخط فصل. شكرا ليك ولتشجيعك، وشكرا لانك بتقضي معانا الوقت حتى لو الوقت متاخر عندكم في مصر، لكن بنشكركم على الوقت اللي بتقضوه معانا. هو اعتقد سؤال الاخ ياسر كان ازاي ممكن الله يامر بقتل اطفال او رضع او حوامل في ذلك الوقت يعني. طيب شوف اجاوبك حبيبي، وكنت احب اطلع الشاهد بالظبط. طب على ما انا اجاوبه هتحاول تطلعه لي. طيب ازاي الله أعد جهنم للشيطان وكتير من البشر أحبوا الشيطان وسلكوا في أعماله وطرقه، فلأجل هذا سيذهب إلى جهنم بلايين البشر؟ دعني أفسر لك شيء يا أخي ياسر. لن تجد في العهد الجديد اطلاقا آية تشابه هذه. طب هل العهد القديم مش من الكتاب المقدس؟ العهد القديم من الكتاب المقدس، لكن العهد القديم هو فترة ما قبل التجسد والصليب. ايه يعني اللاهوت بتاع العهد القديم، او ايه الفكر الالهي في العهد القديم؟ الفكر الإلهي في العهد القديم إنه بيعد طريقا، حتى في يعني ترنيمة أو آية يعد طريقا للراكب في القفار، يبقى لا دي آية في العهد القديم. فبيعد طريق للمسيح. إعداد الطريق للمسيح ينبغي أن يختار الرب شخص مؤمن ليكن منه هذا الأمر، وكان إبراهيم هو هذا الشخص. ثم ينبغي أن يختار الرب من نسل إبراهيم عيلة، وهذه العيلة فيها الإيمان، وهذه العيلة منها يولد المسيح، وبذلك يبقى من إبراهيم ومن إسحاق، لأن إسحاق أبو يعقوب، والعيلة اللي كانت عيلة يعقوب اللي هي اسمها إسرائيل، لأن ربنا غير اسم يعقوب إلى إسرائيل. فعي المسيح من إسرائيل فهو إسرائيلي. إسرائيل دي اللي هي اسم الدولة. الدولة ما اسمهاش دولة إسحاق، لا، ولا اسمها دولة إبراهيم، لا، اسمها دولة إسرائيل. كانت موجودة زمان وغلطت في ربنا، وملكها المشهور قوي داود، طبعا ما حدش ينكر انها موجودة. داود ده يعني موجود في كل يعني التواريخ، حتى الإسلام ذكر عن داود، وإحنا طبعا حياة داود كلها عندنا موجودة في العهد القديم، ومذكور اسمه كتير في العهد الجديد. وده ملك إسرائيلي، وكان ملك إسرائيل، وكان أول ملك يختار ربنا، في قبليه ملك اسمه شاول ما اختاروش ربنا. ومن داود كان من نسله واحد ورا واحد ورا واحد ورا واحد ورا واحد إلى أن جاء المسيح من نسل داود. ده كلام قاله ربنا لداود. فإعداد الله لهذا الشعب، كان الشعب ينبغي أن يتقدس، ما يعيش
الهرولة اللي عايشين فيها الناس المتوحشين اللي في الدنيا. الدنيا دلوقتي متوحشين، وما قبل كده كانوا ايه؟ دلوقتي بعد ما ظهر المسيح، انت عارف ان المسيح هو اللي خلى كل الامور العظيمة الاجتماعية في المجتمع حصلت. فبدون المسيح مفيش حاجة اسمها حقوق انسان، مفيش حاجة اسمها رحمة. يعني حتى الدول الغربية اللي هي مش ماشية تبع المسيح، لا لا ما اسمهاش دول مسيحية، لكن اسمها دول عليها ردى المسيح، يعني المسيح كده رادي عليها، تلاقي عندهم رحمة كبيرة أوي حتى بالحيوانات. معلش استأذنك أقطعك تاني. أهلا بيك يا أخونا نادي من المنيا. ناجي أهلا بيك يا أخ ناجي، أهلا بيك. ازي حضرتك يا فندم؟ نشكر ربنا، اتفضل. وعندي بس عاوز تختار بس في رؤيا يوحنا الاصحاح الرابع. رؤيا يوحنا اصحاح 4. الاصحاح الرابع بعد هذا نظرت واذ باب مفتوح في السماء، والصوت الاول الذي سمعته تبوك يتكلم معي قائلا اصعد الى هنا فاريك ما لابد ان يصير بعد هذا. وللوقت صرت في الروح واذ عرش الموضوع في السماء وعلى العرش، وكان الجالس في المنظر شبه حجر الياسب والعقيق وقوس قلح، وحول العرش في المنظر شبه الزمرد. عاوز حضرتك تشرح لي الحاجات دي بعد هذا. الحاجات دي يا حبيبي بيتكلم عن اول ما رآه يوحنا في السماء. الثلاث صحات الأولى من سفر الرؤيا كان الصوت بيجيله ويوحنا على الأرض. فكلم عن الأصحاح الأول، وكلم عن الأصحاح الثاني، وده الأصحاح الثاني والثالث، الرسالة للكنائس السبعة. وبعدين أصحاح 4 بعد هذا نظرت وإذا باب مفتوح في السماء. قبل ما حضرتك تفسر معلش ناخد اختنا عفاف وبعدين الاخ القسيس هيفسر جواب الاخ ناجي. اهلا يا اخت عفاف، اتفضلي. يا ربنا يبارككوا قسيس لطيف، منور استاذها ومنور الدنيا كلها، ربنا يخليك لينا يا رب. والاخت ايمان الغاليه ربنا يباركك يا ايمان ويبارك الخدمه الجميله دي. وانا النهارده يعني هو بكره بصراحه يعني يوم مهم في حياتي جدا جدا يا أسيس لطيف، وعشان كده بقول لحضرتك تصلي لي، لأن أنا 1 نوفمبر هيبقى عندي 70 سنة. كل سنة. إيه عفاف أنت غلطانة في 10 سنين. الله يخليك. لا هو لا 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 ما تكذبيش عليا. ربنا يخليك لينا يا رب ويديك الصحة يا رب، دي عينك ومحبتك هي اللي شايفانا دايما شباب. انت بركة. الله يخليك يا رب، صدقني ما تصورش غلاوتكم انتوا عندي قد ايه، والدكتورة فاتن غاليين عندي جدا جدا، وإيمان حبيبتي وكل الكنيسة يعني ما انساش وقفتكم معايا من وقت ما جيت أمريكا، ربنا يخليكم لينا يا رب. ربنا يباركك يا أخت عفاف، ويجعلكم يا رب دايما بركة كده في العالم كله. كل سنة وانت طيبة. وانت طيبة. وعايزة اسأل القسيس لطيف، هو الرب قال 70 و80 مع القوة صح؟ مظبوط. بس انت لسه لما توصلي 70، انت لسه في 60 دلوقتي. لا هو يعني النهاردة اخر حاجة بخلص بقى الستينات. فعايزة صلاة خاصة، الله يخليك يا قسيس لطيف. ربنا يباركك يا بنتي. انا ابتدي من بعد 70 ابتدي حياه مع المسيح، حياه حقيقيه. لا امين انت يعني كملي، طبعا كل يوم بيبقى فيه جديد في الحياه المسيحيه. قدامك لسه يعني نشكر الرب وقت طويل، تلحقي الكتير قوي قدامك يعني في النمو الروحي يا بنتي. ربنا يخليكي ليا يا عفاف. الله يخليك يا سيدي. شكرا لتشجيعك يا بنتي، ربنا يخليكي ليا. سلام. شكرا يا غالية. بقى لنا وقت صغير جدا. شكرا يا أخت عفاف لاتصالك ولتشجيعك، ربنا يباركك ويبارك حياتك. بقى لنا وقت صغير جدا على نهاية الحلقة. حاضر نجاوب بسرعة أوي. وللوقت صرت في الروح. إذا الرؤى اللي شافها يوحنا ما طلعش السماء بالجسد، طلع بالروح.
وعايز اقول لك يا ناجي الاخ ناجي ناجي من المنيا سوري ناجي من المنيا. عايز اقول لك انه انت ممكن تستمتع بالحكايه دي زي كل المؤمنين لو كنت مؤمن. لو كنت مؤمن تؤمن دلوقتي عشان تعرف تستمتع بكده. ازاي؟ تكون في الروح وانت قاعد على الكرسي، تكون في الروح وانت بتشتغل، تكون في الروح وانت في شغلك، تكون في الروح وانت نايم وتلاقي الرب يتكلم معاك. يوحنا حصل له كده، وللوقت صرت في الروح، واذا عرش موضوع في نس في السماء وعلى العرش جالس. وكان الجالس في المنظر شبه حجر الياشب. هنا لما حضرتك تشوف بني ادم جالس تعرف توصفه، لكن لما تشوف الله جالس هتوصفه ازاي؟ الوصف بيبقى بتشبيهات، ومش تشبيه كلمة يعني حتى شبه يعني مش بالظبط قوي، ما اقدرش اقول ده يشبه يعني بالتمام كذا، لكن هو شبه. طب والحجارة دي ايه؟ عبارة عن الوان، وكل لون ليه دلالة. ففي المنظر شبه حجر اليشب، حجر ابيض عظيم، الابيض بتاعه جميل جدا. ده منظر الجالس على العرش. والعقيق الاحمر، لون الاحمر في العقيق، العقيق رمز الدم. وفي حاجه اسمها العقيق الازرق، رمز صفاء السماء. فالجالس على العرش منظره رهيب. واحنا عارفين انه عن وصف الكنيسه للمسيح في سفر نشيد انشاته الحبيب ايه؟ ابيض واحمر. ابيض واحمر، دول صفتين موجودين هنا بالاضافه لصفه السماء. السماء ده موجود كمان في الالوان بتاعه خيمه الاجتماع اللي هو الاسمنجوني. وقوس قزح، ايه قوس القزح ده؟ اللي هو اللي قاله الرب لنوح ان مش هغرق الارض ابدا وانا اضع قوسي في السماء. ولما تطلع في الغيمه كده تلاقي القوس عباره عن الوان. ده اشاره للسلام بين الله والناس. مش هموت كل البشر تاني الا في النهايه خالص، بس مش كله هيموت، شويه هيطلع فوق عند ربنا، والخطاة اللي هيموتوا ودي النهايه. لكن ما جاش مره بعد كده من اول نوح لغايه النهارده وربنا هلك البشر، ما هلكهمش خلاص، ما هلكهمش. ليه؟ بناء على هذا القوس. يعني شر الناس ثقل امام الرب تماما. ده ايام الطوفان، جاب الطوفان، بعد الطوفان مفيش. اي تسونامي اي حاجه تحصل تموت لها كذا الف، لكن مش كل البشر. فده اشاره للسلام او العهد المقطوع بين الله والناس. انا مش هموتكم عشان تاخدوا فرصه تخلصوا وتؤمنوا بدم يسوع المسيح فيتم فيكم الخلاص وتستمتعوا بالخلاص. وقوس قزح حول العرش في المنظر شبه الزمرد. الزمرد ده بقى الحجارة الغالية جدا، اللي يعني حينما يعطي عريس عروسه حجر زمرد، يعني ما فيش أغلى من كده. وهذا ما يعطيه المسيح للكنيسة، هذا ما يقدم المسيح للكنيسة. يا سلام على هذا المنظر. طبعا احنا فاهمينه طشاش، لكن يوحنا لما شافه ايه العز ده، ايه العز ده. حول العرش 24، هو العدد بيقول وبعد هذا نظرت اذا باب في السماء مفتوح. العدد اللي هو طالب تفسيره. سوري انا فسرت غيره. مطلوب عدد كام؟ طيب هو ما قالش عدد كام، هو بيقول في يوحنا 4 بعد هذا نظرت واذا باب مفتوح في السماء. بس كده. طب خلاص بس بقيت اقرا بقيت العدد يعني كله، ولا ده مش موجود في اصلا؟ هذا واحد. باب مفتوح في السماء، والصوت الاول اللي سمعته كابوخ تكلم معي قائلا اصعد الى هنا فاوريك ما لابد ان يصير بعد هذا. ده احنا فسرناه وفسرنا لغايه عدد ثلاثه كمان. طيب يعني كده كفايه. هل نرجع تاني بس ناكد على اجابه السؤال الاخ ياسر في صمويل الاول لما زي ربنا يقول اقتل بالظبط ونختم بيه؟ احنا ما كملناش فعلا الحته دي. طيب يبقى وفينا بقى اخونا
ناجي ناجي واخونا ياسر. واخونا بشوية الراجل بيدينا تحياته واحنا بنرد عليك تحياتك، مش عايزين نبقى مدينين لحد. بس ياسر انا هكلمك والتفسيرات اللي عندك ندرس الكتاب كله مع بعض، بس نكمل عشان الساده المشاهدين يسمعوا. شوف يا حبيبي، فالرب علشان يخصص لنفسه هذا الشعب اللي هو الشعب النقي اللي يجي منه المسيح، وعشان يجي المسيح سامحيني يعني لازم تيجي مريم العذراء. فمش ممكن يعني المسيح يتولد من واحده كده نص نص، يعني مستحيل ما ينفعش. وبرضه لازم يجي يوسف الرامي. طب يوسف الرامي مش دعوه بمسيح؟ اه بس هو هيربي المسيح هيتبناه، احنا فاهمين نتبناه. يوسف مش يوسف يوسف رجل مريم. متشكر جدا، اشكرك تصحيح الذاكره. فلاجل هذا الرب اراد ان شعبه يسكن في بلاد غير مسكونه، وقال لابراهيم ان انا مش هخلي بني اسرائيل يسكنوا البلاد اللي انا قلت لهم عليها، وقلت هو قال لابراهيم اولا عليها اللي قلت لك عليها دي، الا بعد ما ذنب الاموريين يكمل. دي موجوده في سفر التكوين اصحاح 15. فلما يكمل ذنب الاموريين اللي هم ساكنين ارض كنعان، اللي هم كانوا ساكنين ارض كنعان اللي ربنا عايز يديها لابراهيم وشعب اسرائيل بالظبط، سيصدر الحكم عليهم بالاعدام بالاباده. بس عشان ادربكم انتوا علشان تتعلموا الحرب وتقدروا كل ما تلاقي واحد يقودك الى اله غريب تزيله من عندك، لان انتوا لازم تكونوا شعب مختار في مكان مختار. كل ده اتلغى في المسيحيه خلاص. فلذلك امرهم باباده عمليق، وده من ضمن الشعوب. كان منهم امراه او طفل او رجل، اي حد. ما هو الطفل هيبقى راجل. ليه؟ لان طب هو لما يعدم عمليق دلوقتي هيبقى عندهم اطفال؟ مفيش. صدر الحكم باعدامهم جميعا، القرار الالهي بادانه كل هؤلاء والذهاب بهم الى الهلاك الابدي. وربنا صاحب الدينونه، ما عمل جهنم ليه؟ الشياطين اللي بيحبوا شد اللي بيحبوا الشياطين، مكانهم جهنم. فلذلك في العهد القديم نجد هذه الاوامر مخصصه لمين؟ للمحكوم عليهم مسبقا بالاعدام من قبل الله. اليهوديه لم تنتشر، سامحني في الكلمه دي، بالسيف. يعني يا انت يا راجل انت، يا تبقى يهودي يا تلك، عمرهم ما قالوا كده، وغير مصرحين يقولوا كده. اليهود هم يهود بس. بس الشعوب اللي هم حلوا مكانهم، اللي هم جم قال لهم تبيدوا كل الناس دي، كل يباد، عشان لو قعدوا، بصراحه قالها لهم، لو قعدوا هيخلوكم تعبدوا الهاتهم، وهتتمرر عيشتكم، وهتعبدوا الاوثان، وانا هضربكم وهموتكم. ده حصل كذا مره. اذا اوعى تقرن ان الشعب اليهودي كان بيقتل مثلا بانتشار الاسلام بالقتل، لا 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 لا، ده غير ده خالص، ده موضوع تاني خالص. اليهود دول ربنا بينقي التربه، زي بالظبط عايز تبني عماره حلوه حضرتك، انا كنت منظم معماري، تشيل الزباله وما تشيلهاش، لازم تشيلها بالارض عشان تعرف تبني العماره. الرب بيبني مكان لميلاد ابنه، لازم يشيل الزباله من الارض. الزباله سابهم 400 سنه انهم يتوبوا من وقت ابراهيم لما دخل الشعب اليهودي شعب بني اسرائيل لمصر، 400 سنه. في الاخر قال لهم شيلوه، ما تستغربش. وفي منهم ناس تابوا فعلا، رحاب ورعوث، واللي تابوا ربنا ضموا لشعبه. دي رحمه ربنا انه مع ان الشعب كله محكوم عليه بالاعدام، لكن اي حد يخاف ربنا اثناء الحكم ده بيتنفذ يقبل على طول. ده رحاب وكتير، والجبعونيين، الجبعونيين بقى خدام لربنا، ما هو من الشعب ده، وبقى بيخدموا وبقوا ليهم شأن كبير في خدمة الرب، كانوا مساعده في الهيكل هناك، ويعني كتير خالص. لكن اللي أمر بقتلهم واللي قتلوا فعلا ده في سابوا ناس وكانوا مرارا لشعب إسرائيل، وعشان كده ربنا سباهم لأنه معلموهم عبادة الأوثان بتاعتهم. فبقى اليهودي بيعبد الأوثان، عبادة الوثن اللذيذة فيها زنا وقتل سيف، ها العبادة اللذيذة دي منشورة وقتها قوي كتير. فحلوة الحباية دي، حلوة الموضوع ده. لكن الله قدوس لا يقبل النجاسة ولا يرضى بالنجاسة ولا يأمر إلا بالحق.
لأنه هو الإله الحق والحياة الأبدية، وهذه الحياة الأبدية أن يعرفوك أنت الإله الحق الحقيقي وحدك ويسوع المسيح الذي أرسلته. حضرتك تفضل اختمي. بنشكركم أعزائي المشاهدين على الوقت اللي قضيته معنا، وزي ما قال رسول يوحنا أن المسيح جاء إلى خاصتي، إلى شعب إسرائيل، خاصته لم تقبله، أما كل الذين قبلوه فأعطاهم سلطان أن يصيروا أولاد الله أي المؤمنين باسمه. ندعوك الآن أن تصير ابن لله بمجرد فقط أن تقبله في قلبك مخلص شخصي لحياتك. إلى اللقاء، ربنا معاكم في حلقات قادمة.